تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام أقيم مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن تفاصيل المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في الدورة رقم 9 بحضور الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان. دائما الرسالة بنؤكد على فكرة السلام، رغم أن الطبول لغة حرب ولكن احنا بنحول لغة الحرب دي إلى لغة السلام، عشان كده الشعار حوار الطبول من أجل السلام. هذا المهرجان طبعا بيتم تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. حقيقة منظومة كاملة بنشترك كلنا في تقديم عمل إبداعي ومنتج ثقافي يصدر إلى الخارج. سعيد بمشاركة أكثر من 43 فرقة، يعني ده أكبر كم الحقيقة السنة دي، ده جديد. سعيد بأن شارع المعز رجع لنا، ورجعنا لشارع المعز اللي أنا بعتبره عشقي، وإن احنا إن شاء الله تاني يوم الافتتاح كل الفرق هتتجمع هناك في منظومة حب ورسالة قوية إلى العالم تؤكد على المحبة والتسامح والسلام. عندنا إسبانيا وعندنا المكسيك وعندنا أيضا كونغو برازافيل وعندنا السودان وعندنا جنوب السودان وعندنا أيضا تونس اللي هي ضيف شرف المهرجان أيضا، وعندنا باكستان، فرق طبعا بجانب بقى الفرق المقيمة هنا جاليات والفرق المستقلة والمصرية. هذا المهرجان بيصدر هذه الطاقة الإيجابية اللي احنا والعالم كله محتاجين لها. الدورات السابقة سواء مهرجان الطبول أو مهرجان سماع على مدار 15 سنة اللي فاتوا عاملين قاعدة كبيرة جدا من الجماهير المتابعة للمهرجانات دي بالذات. الحقيقة ليه؟ لأن الفنان انتصار عبد الفتاح بيتميز في مهرجان الطبول ومهرجان سماع بالورشة الدولية اللي بيعملها في قلعة صلاح الدين في الافتتاح والختام، اللي بيجمع فيها كل الثقافات المختلفة على أرض مصر، والحوار الفني اللي بيعمله من أجل التواصل الإنساني بين الشعوب وبين الثقافات المختلفة. وده الهدف الرئيسي من إقامة مهرجان الطبول ومهرجان سماع، إزاي حضرتك بتتناغم وتتفاعل مع الثقافات الأخرى وبقى فيه تواصل إنساني. أيضا الدورة الحقيقة دي متميزة لأن دايما كل سنة بيبقى فيه جديد سواء على مستوى الدول المشاركة أو على مستوى أماكن العروض. السنة دي الحقيقة فيه مفاجأة لجمهورنا الحبيب، وهو رجوع شارع المعز في الفعاليات مرة أخرى، لأن اتحرمنا سنتين عشان الكورونا إن احنا نقدم في شارع المعز. السنة دي الحمد لله هنقدم في شارع المعز يوم كامل وفعاليات أيضا الأربع أيام فعاليات. السلام هي الرسالة الرئيسية اللي بيوصلها المهرجان عن طريق الطبول والفنون التراثية، ومشارك فيه أكتر من دولة، وحيكون في قلعة صلاح الدين وقبة الغوري وقصر الأمير طاز وساحة الهناجر وشارع المعز، بالإضافة لمركز الطفل للحضارة والإبداع، وحيبدأ من يوم 21 ل 28 مايو 2022 إن شاء الله. مصطفى الشيمي، صباح البلد.